السلام عليكم أعزائي، كيدرسوا بخير؟ إن شاء الله تكونوا على خير وبخير يا رب، واللي كيشوفني واللي كيسمعني يكونوا في أحسن الأحوال، نتوما والعائلة ديالكم وليداتكم، لأن هادشي فريمون ولا كيخلع. زادت هاد السيمانة حتى هي ما خصناش نخرجوا نهائيا. أنا بعدا ماشي كنقلعكم، والله إلا كومونسيت كانت أونغواسي ليا، واخا أنا كان ما بغيتش الناس يتخلعوا مي سام دون دي زانغواس. وقلت لي انا ما نهضرش معاكم اليوم، بعدا نسول عليكم كيف بقيتوا، ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال يا ربي امين، ويدوز علينا هذا الوباء يا ربي يا ربي يا ربي. لا عندي عندك شايطه يا ربي، وجاه نبيك محمد عليه الصلاه والسلام، شافي البشريه كافه، شافي البشريه جمعاء يا ارحم الراحمين. اليوم راحنا دخلنا، دابا نكونوا دخلنا في 15 جوغ، وحنا بحال ايها الناس العالم كله راه محجور في البيت ديالو في الديور ديالهم. وكان اوبليجي قلت نهضر معاكم، يعني حسيت براسي شويه مخنوقه، ونشارك معكم غير واحد الدردشه ولو قليله. البارح كنت عيانه ما قدرتش، البارح كنت فريمون عيانه جات ولي. هادشي اللي كنسمع في لي ميديا والاخبار بسكي سباس، وما كنشوفو الناس ما كيخرجوش، كنسمعو الناس كتموت، كلشي الواحد ديالنا ما شدش في راسو، ما حاولش يشغل نفسو. بون كنشغلو نفسنا كما كنقول دائما بالميناج في الدار، ونديرو الطياب الماكله، كنولي كناكلو ونطيبو. شويه صعيب الحال بزاف، واخا مع وليداتنا الحمد لله راه كنحاولوا نديروا الماكسيموم باش اللي هم حتى هما سي با ايفيدون ليهم، الوليدات الصغار واعر الحال. المهم يا رب يا رب، ومن سيدنا محمد اللي سمعني وسمع الدعاء، يا رب يهزك فوفو السماء ويقول يا رب ترفع علينا هذا البلاء بجاه نبينا محمد يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. والله العظيم الا صافي وصلت لواحد لوستار اللي ما بقيتش كنقدر نملك اعصابي، لان هادشي بزاف تيأثر على النفسيه، وتتسمعي الناس كيمرضوا بزاف وكيموتوا سيرتو في اوروبا. يا رب يا رب يا رب، هادشي ماشي هو لعب ولا ضحك ولا حتى حاجه، يا ربي ان شاء الله يهز عنده منازل، يا ربي تخفف منازل يا ارحم الراحمين. اليوم ان شاء الله راني كما درنا في الاول، كانت لاسمان الاولى كان شويه امبو، كنا امبو شويه كلشي وليداتك معاك في الدار كتكون شويه فرحه، خديناها بواحد هذاك دوزيام سيمين سافا، مي دابا ملي وصلنا ودخلنا لدوزيام سيمين وقالوا لنا مازال سيرتو هاد السيمانه هي اللي صعيبه. بغيت نوصل لكم لهذا الميساج، حاولوا ما كان اللي هو شويه الحمد لله يدير الايمان في الله، الحمد لله كاين الايمان في الله، وما كانش الايمان في الله راه بنادم صافي غادي يتفرقع ولا شي باس غيوقع. الحمد لله يا ربي الحمد لله والشكر لله يا ارحم الراحمين. كنعاونوا النهارات ديالنا بالصلاه وبالدعاء وبالاذكار وبالاحتساب، المهم طول كنحاولوا نضحكوا مع وليداتنا. كاين نهارات لي سافا با، كل نهار ورزقو صافي. اليوم ولينا تنا شويه كنديرو حتى اتونسيون حتى على الماكله، ماشي حتى ولينا خفنا باش نمشيو نديرو لي كورس ولا شي حاجه، ولينا كنديرو اتونسيون ولا نديرو شي ماكله شويه خفيفه هكا على قد الحال باش ما نضيعوش كلشي، ولا نخافو اذا عندنا الدقيق اذا عندنا الزيت، ما خصناش نضيعو شحال من حاجه، خصنا نحاولو، راها حرب هادي والله الا حرب. صافي انا ما بقيناش كنمشيو نخرج نشريو حتى الخبز، لان ولا هادشي كيخلع. وليت ندير كلشي في الدار ولو شويه، ما انا كما راكم عارفين اللي متبعني راه عارف الحاله الصحيه ديالي ما كتساعدنيش بزاف، ولكن كندير الماكسيموم والكمال على الله. كنعجنو في الدار، كنطيبو كلشي في الدار، ما بقيناش نخرج نشري حتى الخبز تالمو هادشي صافي با. المهم انا غنوريكم الخبيزات اللي طيبت، وطيبت عديسه كنحاولو نديرو، المره البارح درت لنا لي بات، اليوم درنا عديسه، كنديرو الاكلات اللي هما فيت في سريعين، ومنها اقتصاد علاش باش بنادم ما يخرجش على برا وياخذ امراض معديه. الله ينجينا ونجيكم، عافانا الله واياكم. فوالا طيبت انتما غتشوفوا، فوالا عشت هاد الخبيزات درت فيهم هما الزريرات قبيله، ما قدرتش نشارك معكم باسكو ما كانش عندي المغار. المهم نوريكم شنو درت، صافي يلاه طرحتو هاد الخبيز هكا، عجنت هكا جيسبيغ بوغ دو جوغ، على حسب الدراري الا بغاو الخبز كتعرفو تيبقاو الدراري في الدار صافي كيجيو الجوع كل ساعه، مابقى باكات، مابقى داكشي لي كاطو اللي كيكونو في الدار داكشي مابقاوش. المهم كنحاولو ندير لهم دي كاطو في الدار، مي فو با ترو فيغ، الواحد يحاول. ابخي درت هاد لا سالاد اوغي اللي فيها بطاطا وخيزو ومايس باش نديرها لهم، توا سي اون سالاد بحال ان روبا كومبلي. والعديسه هادي هي اللي طيبت باش نشارك معاكم، درت فيها خيزو وكلشي، ولا هذا هو اللي غيكون ان شاء الله الطعام ديالنا بحول الله، بحالنا بحال ايها الناس.
اللهم ارفع لنا هذا البلاء يا ارحم الراحمين. واحد شويه وغادي ناكلو، حيت انا كما كنقول لكم دائما من غدا من عشاء وفي الاشياء اللي بغا ياكل شي حاجه ان فرو ولا شي سلطه ولا شي حاجه، ماشي هذا هو المقصود. المقصود زعما باش نحاولوا نيت على الميزانيه ديالنا، حيت ما يمكنناش نخرجوا طول طون نديروا لي كورس في هذه السيمانه كلها. نحاولوا نديروا ما امكن الحاجه اللي هي سهله ومتناول الجميع، باش الواحد ما يقدرش يقلب على دابا بغينا ميم نبغوا الخضره ولا شي خضره اخرى باش نطيبوها، ما خليتش لا ولادي لا الزوج ديالي يخرج على برا تيمو جي تخبخ. خفت عليهم كاملين. من هذه السيمانه غنقضيو باش معطر الله، وهذا الشيء اللي درنا. وراه هو في نفس الوقت اكل صحي، ونيت الواحد يحس بالضعفاء والفقراء اللي مساكن اكلهم اليومي ماشي دائما لحم ودجاج ولا حوت ولا شي حاجه. هاد الحرش الصحي راه كما قلتها في الاول، في الفيديو الاول، راه هي حكمه ورساله من عند الله سبحانه وتعالى باش نكونوا سواسية ونحسوا بالفقير ونحسوا بالمحتاج ونضمنوا معاه. ويا ربي تعطينا كما كنقول انا بعدا على نفسي، يا ربي تعطيني وناش نعطي. هذا اللي كاين. هذا غير درت واحد هكا معكم واحد الدردشه على السريع، فيديو بيتفاي ما غاديش يكون طول ما والو، لان ما كاين لا المغال ولا كما غنقول، لكن لا قال لا حتى شي حاجه باش الواحد يدير شي فيديو طويل ولا شي حاجه. قول البارح لحت اون فيديو، حيت درت كيك، مي درت دو كيك هما اللي خداو الوقت، داكشي علاش كان طويل، درتو على جوج اجزاء. مي فريمون هادشي اللي كاين. ان شاء الله يا ربي يا ربي كل نهار، والله العظيم كل صباح كل صباح كنفيق كنقول يا ربي نسمع بلا لقاو شي دواء، ولا نسمع الوفيات قلت، ولا نسمع ما الامراض ما كثراتش. كل نهار كنفيق على هذا الصبح باش نسمع شي خبر يفرحنا. فهاد الساعه ما كاينش، كاين الله سبحانه وتعالى، هو كاين دائما موجود معنا وغيبقى دائما موجود معنا. ونديروا يقيننا في الله، وش غنقول لكم، ساعتكم سعيده وهذا الشيء ما كان. يلا تبقاو على خير، وان شاء الله نتمنى لكم صحه جيده وان شاء الله وطول العمر للجميع، وشافي ان شاء الله ربي، ويحفظ يا ربي البشريه كافه يا ارحم الراحمين. وان شاء الله يكون النهارات الجايه احسن من هذا الشيء اللي دوزنا يا ارحم الراحمين. يلا راكم دائما في قلبي، جوزان توس، سمحوا لي على هذا الفيديو اللي درته خفيف ظريف، ماشي فيديو سايكل كو جافي بيزوان بارلي، كنت محتاجه باش نهضر معكم ومن طوب باش ندي رساله للناس اللي يحاولوا ما يضيعوش، باش يعرفوا كيفاش يديروا، ماشي دابا غير فهاد كورونا، مي من المستقبل، لان راه ديرا كانت رساله، كان كلشي بعد الله على الله، كان اللي عنده كان الانسان اللي ما عندوش، واللي عنده ما ياكل ويشرب ما يقدر يلوح. انا وحده من الناس راه تنقول الحاجه اللي شربت علينا وما بغيناهاش، يا ربي سمح لينا نتجاوز عنا كنلوحوها، يا ربي تغفر لينا وتوب علينا. اللي ولينا ملي ما كيبقاش الخبز كتبقي هذاك اللي عندك، كان عندك شويه يابس، ولينا كنحسوا بحالنا راه وكنا ضعفاء تحت الله، كتمشي تسخني باش تسخني في الفران باش تعاودي تاكلي. الواحد يقول الواحد يحس بضعف الاخرين. يا ربي امين يا رب يا ارحم الراحمين. وهذا الشيء اللي كان، وشكرا للجميع، وسمحوا لي على هذا النداء اللي درت. يلا نهاركم مبروك.